عشاق الزراعة بالعالم، عشاق النخيل بالعالم، عشاق الزراعة في عراقنا الحبيب. اليوم احنا في واحد من اروع الاماكن، مكان يتم احترام النخلة به على اتم وجه، مكان تباع فيه مختلف انواع النخيل بالعراق. هذا المكان يبيع لك النخلة بس عنده ضمان لنوع وصنف النخلة، ويستورد النخيل باجود الاصناف من مختلف مناشئ انتاج النخيل النسيجي بالعالم. اليوم احنا في شركة البشير العالمية، اليوم راح ناخذكم بجولة بهاي الشركة ونعرفكم على انتاج هاي الشركة من النخيل. طبعا حتى واجهة الشركة جيدة جدا وجميلة ما شاء الله. شوف اخوان الاعزاء، استوقفتني حتى هاي الكلمات الرائعة. ما شاء الله تبارك الله. وهاي الواجهة مال الشركة بصراحة فد شيء ملفت. اليوم راح نعرفكم على الأسعار وأنواع النخيل الموجودة. طبعا شوف اخوان الاعزاء، شيء مميز جدا. طبعا يستخدمون نظام التقطير، وهاي طبعا هنا أنا خليت السيارة مالتي هنا، وهذا طبعا سابقا كان هو معرض وملتقى محبين النخيل، والآن أمامكم شوفوا هذا النخيل. وأهلا وسهلا بكم إخواني الأعزاء أينما كنتم في كافة محافظات العراق أو والمشاهدين من كافة أنحاء العالم. وكان المرافق لنا بالجولة الأستاذ بشير المسعودي. طبعا اليوم أستاذ غسان، مهندس غسان، راح يرافقنا بالجولة. أستاذ غسان السلام عليكم. الله يبارك فيكم أستاذ، أهلا وسهلا بكم. المتابعين من كافة أنحاء العالم، اليوم جايين بزيارة لشركة البشير. حياكم الله، يا أهلا وسهلا أستاذ حيدر، جهودك مشكورة صراحة. اللي دا تسوي حضرتك هو نشر صورة إيجابية بالبلد، تطور بقطاع الزراعة بشكل عام، نبتعد عن الحالات السلبية. احنا صفحتك نعتبرها او البيج مال حضرتك والقنوات مال يوتيوب مال حضرتك نعتبرهن مكان للترويح عن النفس، مكان إيجابي بعيد عن مشاكل البلد والمشاكل السياسية وما شابه. عالم الزراعة بشكل عام عالم جميل. الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم يقول أفلم يسيروا في الأرض أفلم ينظروا، كذا من الآيات كلها تحث الإنسان على تعمير الأرض وإحياء الأرض. ومن هالمبدأ إحنا بشكل عام يعني كبشر يجب أنه نسعى أنه نعمر هذه الأرض ونحييها بشكل خاص كعراقيين. نعم. احنا ايضا علينا انه نبتعد عن المشاكل اللي شوي بعد يعني اذتنا نفسيا، تعبتنا مشاكل السياسة، مشاكل الخدمات غيرها. علينا انه نروح بالاتجاه اللي مشيت به حضرتك، مكان أحسن. ايجابي ننشر الاشياء الايجابية بهذا البلد. أحسن. من اجل انه حتى تبعد عن هاي البلد، ده نشوف حالة اجتماعية تصير، حالة من الكآبة، حالة من اليأس، حالة من الإحباط الشديد. أحسنتم سار. احنا هدفنا يعني وهدف حضرتك اللي دا تسوي انه نشر هاي الحالة الإيجابية، ومن ضمنها الزراعة. احنا اختصاص نخيل. النخيل بشكل عام احنا ابتدينا قبل 5 أو 6 سنوات، وكان اول فيديو بالبيج مالتنا على الفيسبوك اللي هو كان انطلاق الحملة الوطنية لاعمار النخيل في بلاد الرافدين. حملة لا. الوطنية لاعادة النخيل في بلاد الرافدين. انطلقت الحملة قبل حوالي 5 سنوات او 6. الحمد لله ابتدينا من الصفر. مرور الوقت البيج حاليا على الفيسبوك بتقريب 215,000 متابع. نعم. هذا ال 215,000 متابع بالواقع يعني
الكل يشيد بدور شركة البشير العالمية بإعادة النخيل والاهتمام بمجال النخيل والاهتمام بالنخلة، الصناعات اللي تجي من النخيل، الصناعات الأخرى. يعني بشكل عام ابتدينا انه تعرفون الاصناف القديمه اللي عندنا مثل الزهد الخستاوي. استاذ غسان من رخصتك احنا قبل ما ندخل بالاصناف احنا نبدي يعني ندخل للبيوت المحميه هسه اللي موجوده اللي زارعين بها النخيل. ويا ريت يعني تصير محاوره بيننا وبينك من اجل فائده الاخوان المشاهدين. احنا بالبدايه نجي شيء مفرح انه انتم نشوف هاي النخيل زارعينها هنا، زارعينها وزارعينها بال هنا الاكياس هاي مال الزراعه هاي وبالسنادين وكلها مهيئه واحجام ممتازه جدا. وشوف اخواني الاعزاء نعطيكم هاي اللقطه وبعدين هنا نكمل الحديث ونسال استاذ غسان بعض الاسئله الفائده. استاذ غسان بالفتره الاخيره يعني بعد ما ايسنا من يعني الحكومات المتعاقبه بدعم الزراعه ايسنا انه النخله العراقيه بدت بالاندثار، ماكو اصناف جديده، بهاي الظروف انطلق توجه عام هسه تحس الناس تريد تزرع نخيل، تحس الناس تريد عشاق النخيل بدوا يكثرون، بدت الناس تريد تهتم بالاصناف بعد ما تريد نوع، ما تريد كم، تريد نوع، فبدت تهتم بالزراعه النسيجيه. احكوا لنا عن تجربتكم باستيراد او يعني هنا اكثار النباتات يعني النخيل النسيجي. العفو استاذ، يعني هنا اني من الصراحه بدينا انه النخل مالتنا نريد نحدثه نعشقه. نعم. باصناف عالميه. نعم. تعرفون انه النخل القديم اللي عندنا يحتاج زرعوه اجدادنا طبعا. نعم. حتى مو ابانا يعني اجدادنا دقول. نعم. فحاليا بدا انه يكبر كلش ويحتاج له اعاده يعني خلينا نقول تعشيق باصناف عالميه. نعم. فبدينا انه نسوي قبل قلت لك 5 سنوات أو 6 انه نسوي سيرش بالسوق شنو افضل اصناف، هل القلع ناجح ولا النسيج ناجح. نعم. شنو الافضل؟ شفنا التجربه الاماراتيه والتجربه الاردنيه تجربه. نعم. ناجحه، رغم انه اجواءهم بالغالب ما تساعدهم، بالاخص الامارات جو رطب تعرفون. نعم. فالجو ما يساعدهم انه لنجاح كبير للنخله. احنا اجواءنا يعني ماكو جو نموذجية. جدا جدا الجو مناسب للنخله بالعراق، لذلك قمنا انه شفنا الاصناف اللي بيها جدوى اقتصاديه. نعم. فرحنا بحثنا عن هاي الاصناف، لقينا انه صنف المجهول صنف رقم 1 عالميا، بعده يجي البرحي وبعده تجي بقيه الاصناف مثل الشيش اللي هسه تصور حضرتك. هو راح ناخذ جوله وتشرح لنا على الاصناف اللي استوردتوها والاسعار يا ريت هماتينها. هسه هذا الصنف اسمه الشيشي، هذا صنف. نعم. الشيشي هذا احد الاصناف العالميه، طبعا الصنف اصله سعودي. نعم. قررنا انه نجيبه للعراق لجدول اقتصاديه، قلنا احنا ما نجيب فد صنف من النخيل اذا ما احنا نعرف انه هو ناجح بالعراق، وكل ارض العراق هي صالحه لكل انواع النخيل طبعا وناجحه. نعم. لكل انواع النخيل. نعم. اما البقيه احيانا من يقول لك هذا الصنف نجح ذاك ما نجح، انا تصوري انه هذا كلام عاري عن الصحه، لانه العراق هو موطن النخله والاجواء كلها تساعد النخله، لكن الصنف اللي يقول عنه ما نجح هذا مجرد انه اما المختبر مالته اللي جابه هو مو زين من عنده. أحسنت. او عندك انه خدمه وبرامج تسميد وبرامج مكافحه وبرامج ري مو صحيحه اللي مستخدمها. أحسنت. فبعدين يجي يذب المشكله انه الصنف مو ناجح، وهذا مو صحيح، هذا الكلام عاري عن الصحه. نرجع الصنف الشيشي. استاذ غسان هو اريد هسه ناخذ بالبدايه، راح نجي لباقي الاسئله حول طريقه الزراعه، وهل انتم اللي يشتري من عندكم تتابعونه يعني بحيث تنطون الارشادات، عندكم يعني اشراف على المزارع انتم، هاي بعدين نجي. هسه نريد الاصناف والاسعار وبعدين نجي الاسئله الباقيه. هسه هذا الصنف اللي هو صنف الشيش، اي هذا ايش قد السعر مالته وايش قد الاحجام مالته؟ هذا الحجم لو هذا هم ماتينه كله حجمه ممتاز. هذا حجم واحد طبعا، حجم ممتاز هذا مالته بصراحه، لان انا هسه شفته الارتفاع مالته فوق الممتاز. كله حجم واحد، شوف استاذ يعني فسيله كامله. اي نعم فسيله كامله. نعم. هذا
هذا ايش قد اسعاره ويعني هل بدت يعني هاي ايش قصر للحديث الدخول لو صار له يعني سنوات؟ فقره احب انوع عليها اخوان. النخله بالعراق بالذات سبحان الله، مو بس النخله، كل انواع الفاكهه، كل المزروعات بالعراق لها طعم خاص. لذلك من نريد ننافس بالسوق العالميه احنا راح ننافس بقوه. طبعا احنا عندنا استراتيجيه كامله للمنافسه بالسوق العالميه وهاي بعدين راح اشرحها، لكن خلينا نسولف هسه الفقره اللي حبيت انوعها. الطعم الخاص شنو هذا مقصود به؟ انتم شايفين الطماطه مالتنا شنو الريحه اللي يصير بيها، الطعم اللي يصير بيها مقارنه بالمستورد. صح. الخياره مقارنه بالمستورد. المشمش مالتنا الطعم مالته مقارنه الليمون العراقي اللي محامض العراق هسه يباع باربع اضعاف الليمون المستورد. المستورد ليش طعمه؟ نعم. يا اخي هاي التربه اللي الله حبانا بيها يعني احنا ما مستغليها بشكل صحيح. احسنت. تربة تنتج ذهب اذا صح التعبير، ذهب اخضر. يعني عندك حتى الغنم مالتنا هناك تروح للسعودية مطاعم واقفين بالباب يقول لك لحم عراقي لحم عراقي. صح صح بالفعل. زين طعم. لذلك يا اخوان الزراعة بالعراق، هاي الارض تنتج ذهب اخضر، ازرع. زين الطعم اللي تنتجه انت من تنافس به بالسوق العالمية ما يقدروا ينافسون وياك، بالخليج ما يقدر ينافس وياك. لذلك احنا هسه من زرعنا طعم المجهول، المجهول من زرعناه كنخله مذوقت عفوا الصن المجهول السعودي والمجهول الاردني والمجهول المزروع بالامارات، لقينا العراق في طعم خاص حاله حال البقيه. وانتم انت تحكي عن تجربه ليش؟ لان انت عندك مكان تسويق. انا شفتك وشركه البشير عندها مركز تسويق بالحله. أحسن. للتمور. هذا طبعا شكرا استاذ حيدر نبهنا على النقطه اللي حبينا نذكرها. شركه البشير بها عده فروع، فرع من الفروع هو انه بيع التمور كاصناف عالميه. هنا يجي مثلا انت تقول لي يابا انا اصنف الشيشي ما اعرفه شلون صاير شكله، اقول له روح المركز التسويقي بالحله بمختلف انواع التمور، تلقى صنف الشيشي، تلقى الزاملي، تلقى كل انواع، تشوف الطعم مالته والشكل مال التمره وبعدها تقرر شراء الصنف. وبالمناسبه بيني بين الله انه احنا كشركه مو ذاك الجدوى اصلا، تعب زايد علينا انه ننشئ مركز تسويقي للتمور لانه احنا عندنا مشاغلنا الخاصه وشغلنا الهوايه فمو بحاجته، لكن احنا اضطرينا حتى المستثمر والمزارع ناس. العراقي انه يشوف اكو جدوى اقتصاديه انه التمر اللي راح ينتجه من هاي النخيل ينباع مثلا بكذا سعر هذا بالسوق، ومو بس هيك يشوفه بعينه. أحسنت. انه يقول لك انا هذا ما شايف تمر شلون، فلذلك يروح للمركز ينتقل الاصناف اللي هو يشوفها مناسبه. احنا ماتين ارجده بالتعليمات اللي ترده. استاذ هسه ناخذ لنا جوله بالاسعار، احكي لنا هذا الصنف هسه الحجم معروف، هاي السندان ايش قد حجمها هسه؟ هاي تقريبا اكبر حجم هاي كبيره كلش كانما حجم. هاي ايش قد السعر هسه هذا؟ اقدر انت ملاحظه على اسعار قبل؟ نعم نعم، لان احنا راح نتجول ونتعرف لان حتى الناس تعرف. اي استاذ حيدر. نعم. الاسعار هنا أنا مقارنه بقدره المزارع العراقي على الشراء الصراحه كثير عالي، احنا نشوف. لكن انا اللي يحكمني منه اللي يحكمني انه يعني هذا تعرف مختبرات مناشئ عالميه. نعم. مختبرات فرنسيه، مختبرات اماراتيه، مختبرات. لذلك انا هذا يعني يجي توربيدو يلحق قمرق يلحق يعني هواي امور كلش يعني. صح. تبعات عليه يلحق خدمه يلحق، لذلك هو اصلا واصل علي غالي. انا هذا مو انتاجي الشخصي حتى ابيعه باسعار مناسبه. احسنت. واحنا نتمنى انه الدوله ترفد الشركه مثلا خل ترفدني بقرض فد 10 مليون دولار. ال 10 مليون دولار طبعا هي كلفه انشاء المختبر مال النسيجي، لانه هذا السؤال دائما يتوجه لنا انه يا بتو ليش ما تسوون مختبر بدل ما هيك الاسعار غاليه وتقولون الامور مو بيدنا وخارجه عن طاقتنا. انا اقول لك حتى انشئ مختبر يحتاج لي 10 مليون دولار، انا بس العلماء اللي يشتغلون به اللي هم الفرنسيين، لان انا اريد مختبر فرنسي يحتاج يردون 5 مليون دولار كلفه اقامتهم مده سنه بالعراق مع تدريب كادر يبقوا بالشركه او بالمختبر. نعم. بعد ما يطلعون. زين. احسنت. ال 5 مليون دولار الثانيه هي اللي اكمال هذا المشروع و المنشآت والمكان كل والأرض أني إذا. نعم. الدولة ترفض الشركة بهيج قرض وأنه على أن تسترده فيما بعد
بعقد معين، نظام عقد معين، احنا مستعدين انه نجهز المزارع العراقي بدل ما جهز شتلة ب 170 ألف دينار أنا بيع لها ب 50 ألف دينار، شنو المشكلة؟ حسب التكلفة علي أخذ عليها فت 5 دولار 10 دولار الشتلة، شنو المشكلة عندك؟ أحسنتم أستاذ غسان وجزاكم الله خيرا. أستاذ غسان، إحنا هسه حتى الناس تعرف الأسعار، يعني للمقارنة تقريبا هسه السعر السوق تقريبا خلينا نقول 150 دولار 150 ألف، أنتم هسه بيعكم بالدينار العراقي طبعا؟ دينار طبعا. طيب الدينار هسه مثل هاي النخلة ايش قد سعرها؟ يعني 220 ألف دينار. 220 ألف. نجي هذا شو اسمه قلنا الصنف؟ الصنف؟ الشيش. الشيش. هذا هنا نجي هاي يعني الأحجام، ويا ريت تذكر لنا مثلا هسه صنف الزاملي. مثلا طبعا هذا اخوان الاعزاء زراعه نسيجي، من توصل بهيك حجم هذا الحجم يعني مرتفع جدا، يعني قليل بالنسيجي يجيب هالارتفاع للامانه. هنا استاذ هسه الزاملي يا ريت يعني توضح لنا اذا عندكم مثلا نبات اصغر بس سعره مناسب اكثر، هسه هذا الزاملي ايش قد سعره؟ خلينا نقول 190 الف دينار. 190 الف دينار. نجي هنا هذا شنو الصنف هنا؟ هذا العنبر النسيجي. ايه. هذا ايش قد سعره؟ يعني بحدود ال 210 210. ايه. هذا شنو هذا؟ بس طبعا انا هسه عندي كل مره من جيتكم شفت انه هسه انتم داخل اصناف جديده بعد اكثر. ايه. صنف السلطان ايضا صنف عالمي طبعا. نعم. هذا صنف هم سعودي واماراتي لو شنو هذا؟ السلطانه بها اثنين، بها صنف سعودي وبها اماراتي. احسنتم استاذ غسان. هذا اهم 220 دينار تقريبا. نجي الى هسه اخوان الاعزاء اثناء التجوال هسه راح نشوفكم النسيج المزروع بال يعني بالشركه. راح نعم. اخوان نعم. اللي يقول بالنسبه هاي اسعار غاليه وكذا، ترى احنا الاسعار مال النسيج معروفه هي اغلى من القلع. نعم. القلع تعرف نسبه نجاحه 60%. شنو معنى 60%؟ يعني كل 100 نخله عندك انت 40 رايحات و60 عايشات. هاي اذا وفرت لها يعني طبعا مبيدات كذا، اذا ما موفر لها كل شيء ربما يكون النجاح اقل. نسبة. اقل بكثير، لذلك النسيج نسبه نجاحه عاليه جدا. اخوان خلي اراويك سرعه بالنمو. طبعا النسيجي هذا الحجم هذا. نعم هسه هذا هنا نجي للمجهول. نعم هذا اخوان. نعم. هاي الشتله جد صغيره النسيجي. عفو. نعم العفو. هاي الشتله بهذا الحجم الصغير البعضكم اللي ما يعرف بالنسيجي يقول يابا انه هذه ايش قد تثمر بعد 10 سنوات؟ نقول له لا يابا الحكي مو هيك شيء، هاي تثمر بعد 3 سنوات الى 4 سنوات هي مبشره. ما شاء الله ما شاء الله. زين هسه السؤال من يثبت هذا؟ من يثبت هذا؟ من يقول انه بعد 4 سنوات؟ اقول لكم اكو فت قضيتين، القضيه الاولى انت اذا تراجع المزارع اللي احنا عنده خلال 3 سنوات بشر، خلال سنتين بشر، اكو احجام بسنتها تبشر حسب خصوبه الارض والرعايه. زين السؤال هسه انه اكو تجربه عمليه تشوفوها بعيونكم؟ اقول لكم تعالوا هذا الحجم تشوفوه. نعم. جيبه بلا زحمه عليه، جيب لي اياه هنا، جيب لي اياه وياك. احسنت. حتى نسوي لكم مقارنه. شوفوا اخوان الاعزاء. اخوان شوي اكبر من هاي الشتله، زراعتها شوي اكبر. نعم. تمام؟ نعم. هاي ايش قد تقيمون عمرها؟ هذه مبشرة بالمناسبة، قرب بلا زحمة أستاذ. هذه مبشرة عرجونية، هذا عرجون ثاني، يعني هذا تبشير مو حمل حقيقي، نسميه حمل كاذب احنا. زين شوف الفسائل اخوان أستاذ. هو انا اللي اريد اركز على هاي، اريد اركز يعني هاي. شوف اخوان الاعزاء يعني بهالحجم هذا بيها فسائل خير من الله. عليكم السلام. اهلا وسهلا الحج. شوف اخوان الاعزاء الفسائل يعني من كل يعني بها لا يقل عن 7 أو 8 لحد هسه، يعني هاي داير ما دايرها كلها فسائل. هسه هذه العفو استاذ بلا زحمة. نعم. لين الكاميرا. هسه هذه ايش قد تقدرون عمرها؟ قارن بينات المره الجديده. هسه هاي هذا الحجم وهذا هذا الحجم الارتفاع. شوف اخوان الاعزاء واضح يعني هسه واضح. اخوان هذه زرعتها 25/3/2023. ما شاء الله. 25/3/2023 هذه النخلة. 25/3 واحنا يعني 11 شهر. 11 شهر. 11 شهر حتى سنة ما صار لها. ما شاء الله. بها تقريب 8 أو 10 فسائل أفراخ جديدة. ما شاء الله.
حتى بادي هذا الحمل اللي هو نسميه احنا حمل كاذب، بس تبشير لإثبات الصنف، وهي عمرها 11 شهر وشوي أكبر من هاي، احنا زرعناها شوي أكبر من هذا الحجم. أستاذ يعني هسه أنت تطرقت الموضوع مهم، خلينا هسه نجي نرجع لمكاننا هناك، خلينا ناخذ جولة بال هسه إجا سؤال جدا مهم هسه يا ريت تجاوبنا عليه أستاذ غسان. نجي هنا لأن بصراحة أنا أحب من محبي المجهول والبرحي. أستاذ غسان يعني هاي دعوة أنا من خلال هنا يعني هذا اللقاء ويا حضرتك، دعوة لكل المستثمرين، لكل أصحاب الأراضي، لكل أصحاب اللي يريدون استثمار في قطاع الزراعة، إنه يستثمر بأصناف التمور النادرة والأصناف مثل البرحي والمكتوم والمجهول ودقلة نور وهذين الأصناف، لأنه الجدوى الاقتصادية تباشيرها خير من الله. شلون هسه نحكي حكاياتهن وحساب عرب مثل ما نقول، يعني هسه هاي ماخذها خلنا نقول 200 ألف وطلعت مو 8 فسائل، طلعت 6 فسائل ورا سنة، الفسائل مالتها ايش قد سعرها بعد ما مبشرة ها؟ أضعف سعرها. يعني المشروع إذا تريد تفتح مشروع زراعة نسيجية خلال 3 سنوات أنت مطلع كل فلوس المشروع من الفسائل. يعني إحنا لا من الفسائل مو من الثمر، يعني أنا أدوصل لهنا أنا يعني بعدها ما واصل الإنتاج التجاري، خل أقول ما واصل الإنتاج التجاري وأنت مستثمر مطلع أموالك من الفسائل. نعم. نعم. شوف استاذ اكو فد فقره، اكو اسئله توصلنا ان الدونم ايش قد يزرع. اخوان الدونم يزرع 50 نخله اذا زرعت مسافه 7 × 7 متر. نعم. ويزرع لك 40 نخله اذا زرعت مسافه 8 × 8 متر، ذا الستاندر عالمي كزراعه. زين هسه السؤال انه ايش قد جدول اقتصادي. نعم هو هذا هيك يريد الناس تستثمر بهالمجال هذا. حسن. استثمار احنا نريد اخوان، يعني بأسوأ الظروف، أسوأ الحالات، أسوأ الأمور، بدون رعاية، بدون خدمة، بدون إيدك بزرعك، 15 مليون صافي بالموسم الواحد مع 50 نخلة. بالموسم الواحد 50 نخلة 15 مليون صافي بأسوأ الظروف. إذا أكو خدمة ورعاية المبلغ يرتفع يوصل حتى 25-30 مليون، 35 مليون، وعندنا بالنسبة للمجهول يصعد حتى أغلى من هذا السعر. البعض يشوفه مبالغة احتمال، لكن اللي زارع يعرف، واللي بدت مزارع تنتج يعرف هذا الموضوع كل الزين ويعرف شنو جدوى. أما كتجارب تقدرون تشوفون المزارع اللي أنشأناها تروحون تسألوهم بأنفسكم، لأنه إحنا تقريبا كل محافظات العراق إحنا ناشئين بيها مزارع، وآلاف الدوانم الحمد لله تم تعميرها من الصفر، تقدرون تستفسرون منهم خصوص هذا الموضوع. أحسنتم أستاذ. نجي يعني الأمانة أستاذ غسان، إخوان الأعزاء، يعني بصراحة أنا أفرح من الجول بمشاتل أو بالأخص أنه ويامن ويا عمتنا النخلة، أجي يعني أنا أشجع النخيل وألقى هيك ناس، إنسان مثقف ما شاء الله الله يحفظك، عنده هاي المعلومات الحلوة على النخيل. أستاذ هنا مجهول الوثبة نسيجي، هاي إيش قد الأسعار مالته هذا هسه الصنف؟ هذا ب 170 ألف. وليش يعني المجهول الوثبة؟ يعني شنو إيش معنى يعني الوثبة؟ هذا الشركة، شركة الوثبة الشركة يعني؟ العفص. نعم. أكو شركة فرنسية عفواً اسمها الماريوني، هذه فرنسا هي نعم. اختصاص إنتاج نخيل نسيجي أو بايو تكنولوجي بشكل عام. نعم. زين الإمارات عندهم طبعا ناس شوي ايدهم على بلدهم، خلينا نقول اذا صح التعبير. نعم. يعني هاي الامانه تقال، وهذه معروف. الصوره المعروفه عنهم، معروف وهو بنوا بلدهم بعد معروفه يعني النتائج هذا. ذولي نعم. راحوا اتفقوا ويا الشركه الفرنسيه اللي هي الماريوني، قال لهم يابا انشئوا لنا مختبر يمنا، الحكي بالتسعينات طبعا، وانشئوا لنا مختبر يمنا. نعم. كفرع ثاني لكم. نعم. طبعا نشأوا شركة الوثبة ماريونية اللي هي هذه، احنا نسميه مجهول الوثبة الماريونية، يعني هذا الوثبة، كلمة الوثبة مجهول الوثبة، هذه تدل على الشركة اللي او المختبر اللي جايبيه من عنده، اللي هي شركة الوثبة ماريونية اللي هي بالامارات، اللي هي الفرع الثاني للماريونية الفرنسي. احسنتم. احنا شنو نريد؟ نريد نسوي تجربة مماثلة، نجيب نفتح شركة عراقية، قلت اريد القرض اني افتح شركه عراقيه
تختص يعني التجربة الإماراتية نستنسخها هنا بالعراق ونفتح فرع ثاني للماريونية بالعراق. شنو؟ أحسنتم أحسنتم أستاذ. حتى المزارع والمستثمر العراقي توصله بأقل سعر وأقل تكاليف هذه الشتلة، ليش توصله 220 و 190 ألف رغم هو المشروع يعني ما خسران، حتى لو هو يخسر حتى لو مشتريها. احنا هسه قاعد نحكي أستاذ غسان على هاي الأسعار بيها جدوى اقتصادية، فكيف إذا نزلت خلنا نقول 100 ألف صارت الفسيلة أو 80 ألف تصير أرخص، يعني التكلفة تصير أرخص. ليش 80 حتى 50 ألف دينار؟ أستاذ هسه مثل هاي إيش قد السعر هسه مالتها؟ هذه حاليا إحنا نبيع 170 سعرها بالسوق هو يعني حتى 210 ألف 220 ألف حجمة، يعني هاي بادل للأمانة إخوان الأعزاء، بادل السعف الحقيقي مو بس الأذني مو الورقي هذا. أكد أن أمبولات تكون أرخص يعني للتوضيح هاي. إخوان الأعزاء مستمرين في شركة البشير العراق محافظة بابل منطقة عوفي. أحب أنوع على قضية، إحنا خلينا نقول خلال 5 سنوات قدرنا نزرع بالعراق قرابة 100 ألف شتلة قرابة. ما شاء الله. أنا نسيتي طبعا فسالة يفسل من 10 إلى 30 فسيل. نعم يعني يوصل حتى إلى هاي المعلومة اللي ما ندري بها. أنا ضمان إنه والبعض أنا متأكد اللي زارع نسيج يعرف شو ده أحكي بالضبط شنو. أحسنت. ويعرف دقة المعلومات شنو. أحسنت. أنا دقول يوصل إلى 30 فسيل وحتى أحيانا يزيد عن 30 فسيل. يا أخوان النسيجي يعني العلم تطور والعلم بدأ ينتج. أنا إذا أريد أحسب 100 ألف شتلة اللي ساهمة شركتي البشرية. إذا كل واحدة على 10. على 10 أنا زارع مليون نخلة بالعراق. احنا زارعين مليون نخله بالعراق. احسنت. هذه المليون نخله كم 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 انسان راح يسترزق عليها، كم عامل راح يشتغل بيها، كم. لذلك يا اخوان احنا ليش نقول القطاع الخاص اذا تحرك بالعراق راح يرفد العراق بشيء عظيم وكبير جدا من فرص العمل من حركه الاقتصاد. ثانيا اكو فت قضيه، العفو استاذ حيدر. نعم. اكو فت قضيه، اني من العفو من من سويت حلقة اقتصادية كاملة أنا من خلال قلت لك اطلقنا الحملة الوطنية قبل 5 أو 6 سنوات. أنا سويت حلقة عفوان اقتصادية كاملة. شنو هاي الحلقة الاقتصادية؟ كالآتي اخوان، انت تخيل من بدينا انه نزرع هذه النخلة، اول شغلة منو اللي يتحرك؟ السائق. السائق اللي ينقل النخل للشركة ومن الشركة للمزرعة وبعدين بالإنتاج مال النخلة ياخذ ويرجع، هذا صار ضمن الحلقة كحركة. نعم. السواق. نعم. زين. القضية الثانية قضية الملقحتشي والمكربتشي وما شابه من هذه المهن راح ترجع تنتعش متأكد أنا. أحسنت. ليش؟ بحكم المزارع والطلب مال السوق. أحسنت. زين. هذا هاي حلقة، هذا ضمن الحلقة أيضا. زين. عندك بعد منو اللي راح؟ عندك عندك هواي امور، عندك هسه السوق، البقال، البقال ال ايضا كلها كل حلقه متكامله. عندك المصانع التحويليه، مصانع التحويليه يعني اكو صناعات غذائيه بالالاف. احسنت. يعني اكو فد قضيه، عندك المصنع اللي ينتج كرتون راح ينتج كرتون للمصنع اللي يعلب تمور. زين. احسنت. راح تنتعش صناعه التمور بشكل عام، الخل اللي يصنع من التمر غيره غيره غيره، الصاص ما اعرف شنو هم من التمر هذا. نعم. احسنت. فالصناعات الاخرى اللي كلها من التمور، تخيلوا اقتصاد بلد كامل. فجبنا فد جزء من العراقيين خليناهم بحلقه اقتصاديه بوحدهم. أحسنت. يشتغلون عجله دواره. أحسنتم. كل المراحل والحمد لله. هذا اللي لذلك يا اخوان المواطن اذا يتحرك راح يجبر المسؤول انه يشتغل وياه ويمد ايده وياه ويحميه لا اراديا. جزاكم الله خيرا على هاي المعلومات. استاذ غسان احكي لنا على هاي، هذا المجهول مكتوب عليه الصنف. بلي. خلنا نجي لهنا، نجي هذا الصنف اسمه مجهول الساحل. ايه. يعني هاي شركة الساحل الأخضر. شركة الساحل هاي نفس الحالة انه ايه. شركة الساحل شركة إماراتية. طبعا اخوان الاعزاء هنا شوفناكم هاي الفسلان. ايه. هنا بعد هنا وشوفوا هنا، يعني انا فد شيء صراحة ملفت. استاذ احنا على مود نعرف الاصناف. ايه. اخلاص نسيجي هذا الخلاص. ايه. خلاص الاخلاص. الاخلاص شوفوا اخوان الاعزاء هنا هذا اللي يكون بهيك استاذ يكون ارخص شوية السعر هذا مو؟ طبعا. هذا ايش قد سعره هذا؟ يعني بحدود 150 150 ألف. شوف أخوان الأعزاء بادي هم بي
بداية السعف شوية بعد الجديد هذا الأوراق أو السعف الحقيقي مثل ما تقول. هاي لو لكم تسمية خاصة شو تسمون أنتم هذا السعف اللي يطلع؟ ورق. الورق؟ سعف حقيقي بعد. سعف حقيقي. وهذا ورق يطور ورق. أحسنتم. نجي هنا فحل هذا. يعني حتى الفحل تستوردونه خاص لهاي المزارع؟ العفو استاذ، النسيجي اللي يحب تلقيحه هو يعني. نعم. هاي معروفة. نعم. لذلك احنا الفحل ترى طبعا للأسف احنا هنا ما نهتم به بشكل صحيح، بس هو يتحكم حتى بحجم الثمرة. نعم. يتحكم احيانا حتى بالعناصر الكيميائية، مثلا شقد نسبة السكريات شقد كذا، يتحكم بها حتى الفحل. سبحان الله. احيانا سنت. الثمرة تتقشر عندنا، اذا تلقح فحل غيباني من الموجود عندنا الثمرة تقشر، بينما تلقح باصناف معروفة ومضبوطة مثل صنف الغنام، مثل صنف الخوري، مثل صنف الخطاب، مثل صنف المجهول سبيشال. سنتم مثل على هاي المعلومة سهل. طبعا الخكري بيسمي اسمي بي 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 هو أصلاً جدا. بس هاي المعلومة اللي وصلتها كلش مهمة. ليش؟ لان احنا دائما يجي هذا الملقح شي شايل جايب هل موجود عنده ما نعرفه شنو، واكو يوم خليه على الجسر ياخذ المنذول من الجسر ويلقح النخل مالته ويطلع عنده مرات مشيس، يطلع عنده شو شنو الثمار موشي، ويقول لا هاي النوع رديء وانت ما مهتم بيها اصلا. صحيح. اخوان الاعزاء، طبعا مشكور استاذ غسان على هاي المعلومات المميزه ما شاء الله. طبعا شوف اخوان الاعزاء هنا نفتر، هنا استاذ هنا اكو نالبرح النسيجي. اريد اراويك هاي. احسنت. شوف اخوان، هذه ايضا نفس القضيه مال ذيك اخذها نفس الوقت 25/3 زرعناها. شوف اخوان، هاي مبشره بادية بشر. مبشره زين، يعني هاي بيها بدايه تمام. اي زين. وهاي هم اكو فسلان طالع بيها فسلان. وبس استاذ اكو فد قضيه. نعم. هذا شنو اللي يخلي النخله؟ هسه انت تقول لي انا من اجيب نسيجيه هي راسا هيك فالها، اقول لك لا. ليش؟ لانه هذه الخدمه، شنو الخدمه؟ اكو برامج عندنا مال تسميد، برامج مكافحه، برامج رعايه، برامج ري، هذه خاصه كل 15 يوم انا مخلي لها فتشي يعني على طوال. أحسن. السنه. يعني انتم استاذ غسان، هو نجي لهذا السؤال. اذا شخص تعرف اكو ناس يستثمر من هالمجال هذا بس ما عنده الخبره الكافيه، يعني انتم كشركه البشير او الشركات حتى ما نختص يعني بشركتكم مثلا، حتى المعلومات الفائده، الشركات الناشئه نفس شركتكم يعني دائما توفر هاي الخدمات؟ يعني انه مثل واحد يريد اخذ الان فرضا ازرع لفد 20 دونم، يعني اريد اخذ 20 في 50 اخذ لي 1000 نخله فسيلة هنا. يعني حضراتكم عندكم يعني الكادر والامكانيه والقدره انه تتابعون هاي وتتابعوها بكافه المراحل حد ما الانتاج على الاقل خلينا نقول فت سنتين مثلا المتابعه. استاذ حبيبي. نعم. بخصوص هذا الموضوع، شوفوا بغض النظر احنا كشركه، انا اكذب عليك اذا اقول لك هذا مو باب رزق وانا لازم اهتم به، وما اقول لك انه هاي كلها وطنيات وانا اريد وما ادري شنو. نعم. ما سالفه كيس، بس يشهد الله بما انا شخصيا احكي عن نفسي، الوالد ايضا هاي تعلمناه من الوالد. نعم. الله يحفظه والنعم من عنده. مثل ما هو باب رزق فهو باب لبناء وطن. احسنتم. مثل ما هو باب رزق هو باب لبناء وطن. هسه شلون باب لبناء وطن؟ يا اخوان نفس الوطني والله موجود، وكل اللي يتعامل ويانا اكرر وعيد انه نقول مثل ما هو باب رزق، واحنا دا نعتقد بباب رزق والحمد لله ماشيه الامور، لكن اكو نفس وطن وكل اللي يحتك بينا او سمع بينا او عرف القضيه اللي احب انوه عليها. احنا من بدينا قلت لك بالحمله الوطنيه قبل 5 سنوات، واطلقنا انه بالعراق اعاده نخيل العراق غيرها، والفيديو موثق طبعا بالبيج. طبعا خلال هذه الفتره بالبدايات ما كانت بهالطريقة النفس موجود،